الحكومة الصحراوية تؤكد لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، والشعب الصحراوي سيواصل كفاحه التحريري. تواصل عقد الندوات التحضيرية للمؤتمر 15 للجبهة على مستوى الجالية الصحراوية بأوروبا. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أيام دراسية حول دور المرأة في السلم والأمن بمشاركة المرأة الصحراوية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أهلا بكم. في بيان صادر عن وزارة الإعلام، أكدت الحكومة الصحراوية اليوم الخميس ردا على خطاب ملك الاحتلال الذي ألقاه أمس بمناسبة ذكرى الاجتياح العسكري للصحراء الغربية سنة 75-900 أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية، وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى الحرية والاستقلال. نص البيان في قراءته سعد بوهبلة. استقل القصر العلوي مناسبة العدوان على الشعب الصحراوي كل مرة لتمرير المقالطات الموجهة أساسا للراية الداخلية المغربي لتوجيه أنظار الشعب المغربي عن أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تجعل المغرب يتذيل الترتيبات العالمية في كل ميادين التنمية البشرية، وفرضت على المؤسسات الرسمية المغربية وعلى رأسها الملك نفسه الاعتراف بالفشل التام للنموذجية التنموية المغربي، وجعلت دعايتها ما أطلق عليه بالاستثناء المغربي تتبخر باعتبارها رواية من روايات الخيال الموجهة لجمهور يفتقد للذاكرة. لم يذكر محمد السادس للمغاربة أن العالم لا يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، وأن الأمم المتحدة جددت منذ 3 أسابيع فقط وبإجماع أعضائها 193 تشبثها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبطبيعة القضية الصحراوية بصفتها قضية تصفية استعمار. محاولة مالك المغرب للعب على الأرقام وتزوير التاريخ والوقائع وهي سمة دبلوماسية المغرب يخفي أن استراتيجية للقفز على حقيقة الجمهورية الصحراوية فشلت بطريقة مدوية، وفرضت في نهاية المطاف على المغرب الجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية في المؤتمرات والمحافل القارية والدولية بدون شروط. محاولات ربح الوقت من طرف المغرب والاعتقاد أن خلق اللوبيات وشراء الذمم سيفرض تفوق المغرب في الحرب العدوانية ضد الشعب الصحراوي مقاربة مبنية على حسابات مقلوطة وعلى أوهام وتحليلات ترتكز على عقليات المقامرة والتهور. إن مراهنة الرباط على جهات ودوائر معروفة وعلى رأسها فرنسا منذ سنة 1975 لتشريع الاحتلال وضعت المغرب في ورطة ونفق مظلم سيصلانه إن استمر في التعنت ورفض الامتثال للشرعية الدولية إلى السكتة القلبية كما ذكر الحسن الثاني في إحدى المناسبات.
إن سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف محمد السادس وحاشيته ومواصلتهم لمحاولات التملص مما وقع عليه المغرب مع جبهة البوليساريو بعد 16 سنة من الحرب الشرسة تؤكد فقدان الأهلية والمسؤولية المطلوبة اللتين ميزتا سياسة القصر المغربي منذ سنة 1999. كان أولى بملك المغرب أن يقترح لما يسميه بمشروعه للحكم الذاتي على الريف أو سوس، لأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ولم تكن منه ولن تكن قطعا باعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات والمؤسسات الجهوية والقارية والدولية. إن الشعب الصحراوي الذي يتأهب لعقد المؤتمر 15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في أجواء من الاستعداد التام لمواصلة مسيرته التحريرية لتحقيق أهدافه الوطنية، يبشر ملك المغرب أن السلام لن يكون إلا سلاما عادلا على أساس احترام المغرب لحدوده الدولية المعترف بها، أو لن يكون، وأن الشعب الصحراوي لن يقبل بأقل من كامل سيادته على أرض أجداده ووحدته الترابية مهما طال الزمن أو كانت العواقب. إن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو يدعو ملك المغرب إلى إخراج بلده من مقامرة الحرب العدوانية، لأن ذلك أكثر نفعا للشعب المغربي وأكثر أمنا لنظامه، وهذا المنحى هو وحده طريق العودة إلى الرشد والسلام العادل والنهائي. هذا وقد أوضح عضو الأمانة الوطنية الأخ محمد خداد أن ما جاء به ملك دولة الاحتلال في خطابه والقول أن الرباط ترفض بشكل قاطع أي اقتراح قديم لخطة التسوية على المعايير المحددة في عام 91 900,000 يشكل تناقضا كبيرا مع النصوص التي اعتمدتها الهيئة الأممية. سعد بوهبلة ثانية. أوضح عضو الأمانة الوطنية الأخ محمد خداد رئيس لجنة العلاقات الدولية لجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أن قرارات مجلس الأمن كمرجع لاحترام حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2494، مضيفا أن ما جاء به عاهل المغرب في خطابه والقول أن الرباط ترفض بشكل قاطع لاقتراح قديم لخطة التسوية على المعايير المحددة في عام 1991 يشكل تناقضا كبيرا مع النصوص التي اعتمدتها الهيئة الأممية. المسؤول الصحراوي اعتبر خطاب عاهل المغرب عقيم ويعكس حالة القلق الشديد بشأن الوضع الداخلي في المغرب، مبرزا أن تطرقه لقضية الصحراء الغربية قايته هي اللعب على مشاعر المقاربة ولتشجيع الوطنية المزعومة التي يمسها البؤس وقياب وجود أفاق ومستقبل داخل هذا البلد المنهار، وأن ملك المغرب أكد أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مشكل عالق وهو دليل واضح لفشله، يضيف الأخ محمد خداد. وأكد محمد خداد أن اللغة المستعملة في هذا الخطاب العقيم محاولة للتلاعب بالرأي العام وتجاهل الوضع الحقيقي الذي يمر به المغرب، وهو على وشك انفجار اجتماعي وسياسي، لذلك لجأ عاهل المغرب إلى التعنت فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وهي السياسة التي دابت عليها الأنظمة الاستعمارية باللعب على وتر الوطنية لإلهاء الشعوب وإيجاد حجج للتغطية على فشل سياستها في تنمية بلدانها وتوفير الحقوق الأساسية لمواطنيها. وأضاف رئيس لجنة العلاقات الدولية لجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوي مع المينورسو أن خطاب الملك المغربي جاء كنقطة نهاية للصمت الذي استمر من قبل الطرف المغربي منذ أن صدق مجلس الأمن الدولي على القرار 2494 لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، وهو القرار الذي ردت عليه جبهة البوليساريو في دقائق معدودة بعد صدور القرار، مؤكدا في ذات السياق أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء عادل ونزيه هو الحل الواقعي الوحيد للنزاع وغير قابل للتفاوض، وأن أي شيء آخر فهو مرفوض جملة وتفصيلا. وأبرز الأخ خداد أن المغرب هو الذي ألزم نفسه قبول بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو، وفي عام 1991 تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب،
قبل أن يعود ليرفض الإحصاء الذي أشرفت عليه البعثة الأممية للأشخاص المتوفرة فيهم شروط التصويت، ومحاولة دفع مستوطنين مقارب للتصويت بهدف تغيير كفة نتيجة عملية استفتاء لصالحه. انعقدت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في 3 إلى 7 نوفمبر الجاري أيام دراسية حول دور المرأة في السلم والأمن من تنظيم منظمة أوكسفام الدولية بمشاركة عضو الأمانة الوطنية والأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية من التولارباس سويدات رفقة رئيسة مجموعة العنف بالصحراء الغربية الأخت مغلاها حمى. الأيام كانت فرصة للبحث في القرار الأممي الخاص بتعزيز دور المرأة، وكانت فرصة للتعريف بدور المرأة الصحراوية في إرساء السلام والأمن الاجتماعي، وكذلك مساهمتها البناءة في مسار كفاح الشعبية الصحراوية. في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الشعبي العام 15 مؤتمر الشهيد البخاري أحمد بارك الله تحت شعار كفاح صمود تضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية، انطلقت يوم الاثنين الندوة السياسية بمدينة يوذيو للجالية الصحراوية بإشراف الأخ حمدي يوسف عضو اللجنة التحضيرية بمعية الأخ حفظ الله الحبيب رئيس الجمعية وأعضاء مكتب التنفيذية. وبعد الافتتاح الرسمي تم عرض الوثائق المقدمة للندوة، وفتح مجال لنقاشها وإثرائها من قبل المشاركين، والتي تميزت بالنقاش البناء، وتميزت أيضا أجواء الندوة بالحضور المتميز والنقاش الصريح. وكما وجهت الندوة تحية تقدير واحترام لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، كما عبر الحاضرون في الندوة عن تضامنهم ومؤازرتهم لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. تتواصل فعاليات الملتقى الإفريقي النساء الإفريقيات في حوار بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا لليوم الرابع على التوالي بحضور وفد النساء الصحراوية. تقرير نور بنا. لتحقيق حركة نسائية قوية وقادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق طموحات إفريقيا، تجتمع النساء الإفريقيات في جوهانسبورغ في ملتقاهن نساء إفريقيا في حوار، منصة شاملة للحوار من أجل توحيد الإفريقيات بكل أنماط الحياة تحت سقف واحد للتشاور بشأن القضايا ذات الأهمية القارية، رحلة للنساء الإفريقيات من أجل اكتشاف التحديات الناشئة ومشاركة الآراء وتبادل وجهات النظر واستعراض السياسات على خلفية مواضع رئيسية تضعها الأجندات القارية والعالمية. رابع أيام الملتقى ميزته عدة لقاءات جانبية على هامش الحدث، فكان لقاء مراجعة مؤتمر بكين أول هذه اللقاءات. قرار المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي دعا إلى العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام، وكان آنذاك من الرابع إلى غاية 15 من سبتمبر عام 1995 في العاصمة الصينية بكين، حيث يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المساواة وتكافؤ الفرص للنساء، والذي جاء للاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير وتكريس الحقوق التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وهو بيان التزام سياسي للحكومات المشاركة بالنهوض بأهداف المساواة والتنمية والسلام لجميع النساء وضمان التنفيذ الكامل للحقوق الإنسانية للنساء. بعد 25 سنة أرادت النساء الأفريقيات مراجعة القرار والسعي إلى تنفيذه، مطالبة باحترام حقوقهن في شتى المجالات في كل أنحاء القارة الإفريقية، بما في ذلك حق المرأة الصحراوية في الحرية والاستقلال. اللقاء الذي ميزه الحضور البارز للوفد الصحراوي كان منصة تضامن مع النساء الصحراويات ومع الشعب الصحراوي في مسيرتهن الكفاحية العادلة.
اليوم الرابع تضمنت أيضا لقاء المستقبليات الإفريقية من منظور حقوق المرأة الشبابي لعموم إفريقيا، الأمن السيبرالي وكيفية حماية وتأمين المعلومات والبصمة الافتراضية والبيانات، لقاء الحوار بصفته أداة للوساطة وحفظا للسلام، حقوق المرأة وامتلاك الأرض غيرها من اللقاءات، مواضيع وإن اختلفت تصب في مجملها نحو مستقبل زاهر لإفريقيا وللمرأة الإفريقية، ومن أجل إيصال صوت النساء الإفريقيات من أجل إفريقيا موحدة آمنة تنعم بالسلم والأمان والحرية. وعن مشاركة المرأة الصحراوية نتابع هذا التصريح. I'm so happy to be here for this conference of the women from African countries and all from all walks of life. أنا سعيدة بوجودي في هذه الندوة الإفريقية التي تشارك فيها النساء من كل البلدان الإفريقية، وسعيدة جدا بلقاء النساء الصحراويات. أنا من بلد تنزانيا، وتنزانيا كانت في مقدمة الدول التي تدعم الشعب الصحراوي في ممارسة حقه واسترجاع أراضيه. النساء الصحراويات قويات ومنظمات، ونحن نعمل معكم معكن حتى يأتي ذلك اليوم الذي نرى فيه الصحراء الغربية مستقلة كبلد. تنزانيا من الدول التي تحتضن سفارة الجمهورية الصحراوية، ونحن نتمنى أن الاستفتاء وكل القرارات والتوصيات التي صادقت عليها الأمم المتحدة أن تحقق، ونرى أنه حان الوقت كي تساهم المرأة في دفع والتعجيل في تطبيق هذه كل هذه القرارات وتحقيق استقلال الصحراء الغربية. نحن معكن ونعبر عن تضامننا معكن. في إطار التظاهرة الثقافية أرتفاريتي، حل عدد من الفنانين والإعلاميين والسياسيين ومسؤولين بمنظمات متضامنة مع القضية الصحراوية بمنطقة مهريز المحررة، أين استقبلوا من قبل مسؤولين في الجبهة والدولة الصحراوية. التفاصيل في تقرير عبداتي لبطر رشيد. حل عشرات الفنانين والإعلاميين والسياسيين ومسؤولين بمنظمات متضامنة مع القضية الصحراوية بمنطقة مهريز المحررة، أين استقبلوا من قبل مسؤولين في الجبهة والدولة. ويرافق الوفد الزائر الأمين العام لوزارة الثقافة الأخ حمود البصير، وممثل جبهة البوليزاريو بالأندلس الأخ محمد زروق، وعدد من إطارات وزارة الثقافة المشاركون في الطبعة 13 من ملتقى الفن وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، والذين وصلوا في وقت سابق إلى الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عاينوا سير مؤسسات الدولة بمنطقة مهريز المحررة. ضيوف الشعب الصحراوي التقوا بمسؤولين بالبلدية وطافوا بمقرها، كما تمكنوا من زيارة المستشفى البلدي ومركز متخصص في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة، كما تمكنوا من معاينة مدرسة ابتدائية. وقد أعجب ضيوف الشعب الصحراوي بقدرة الدولة الصحراوية على توفير كل الاحتياجات الضرورية وتقديم كل الخدمات العمومية بالمناطق المحررة. وتعتبر هذه المناسبة السنوية فرصة للتعريف بكفاح الصحراويين وجلب متضامنين مع نضال الشعب الصحراوي في سبيل الحرية والاستقلال ودعم قطاعات حيوية عديدة في مخيمات العزة والكرامة والمناطق المحررة، كما تعتبر فرصة للفنانين والمبدعين العالميين لتجسيد أفكارهم وخلق جو من التفاهم والتعايش المحترم بين الثقافات والحضارات. ومن ضمن المشاركين في هذه التظاهرة الدولية فنانين ومبدعين وسياسيين وإعلاميين من إسبانيا وفنلندا والجزائر، وقد حظيت الطبعة 13 من ملتقى الفن وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية والمعروف بأرتفاريتي بتغطية إعلامية كبيرة. إلى منطقة مهريز المحررة وصل المشاركون في النسخة 13 من ملتقى الفن وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية للالتقاء بسكان هذه البلدية وزيارة مختلف المرافق الحيوية التي تجسد سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أراضيها. عبداتي لبات رشيد، التلفزيون الصحراوي من أمام جبال القيوة مهريز المحرر. وحول الزيارة نتابع هذه التصريحات. إحنا الآن متواجدين في
إطار فعاليات الطمع 13 من مهرجان فنون. هذا المهرجان كيف تعرفوا كاملين فعاليات تتمثل في مجموعة من الورشات، والمشاركين فيه يجوا باهتمامين أساسيين. الاهتمام الأول يدخل في إطار قبال تخصصهم كفنانين، يهتموا بهذا المجال الإنساني وهذا المجال الحقوقي وهذه التجليات الكبيرة لهذا اللي تعرضت له أرضنا من غزو ومن احتلال. وعلى كل حال هذا هو اللي يدور في خيالهم، وهو اللي يهتموا به، وهو اللي يعتبره رسالة يطبقوها لجميع أرجاء المعمورة. من ناحية ثانية مرافقته مجموعة من البرامج اللي تدخل في إطار سياسة تعمير الأراضي المحررة، من إعداد سدود ومن الوقوف على حياة المواطنين الصحراويين في هذه المنطقة وفي هذه البلديات، من تعليم، من صحة، من رعاية، من خدمات أساسية توفرها الدولة الصحراوية. وكانت التحضيرات على كل حال على 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 جهتين، فيها القافلة الشمالية التي أتت عن طريق الجزائر العاصمة تندوف مخيمات تفاريتي، وهناك الجهة الأخرى التي أتت من نواذيبو بموريتانيا إلى القرقرات، الناحية الأولى ثم السابعة الثالثة والناحية الرابعة، والتحقوا بنا يوم الافتتاح هنا بمنطقة التفاريتي. على كل حال كانت المشاركة الفنية كلها، كل اللوحات تصب في القضية، حول القضية الصحراوية، والهدف من هذا هو على كل حال إشاعة أو تحسيس بالقضية الوطنية من خلال الفن. هذا الجهاد اللي هو يعتبر جهاد سلمي، قتال سلمي، على كل حال نضال سلمي، والفنان على كل حال ما عنده حدود. ومن جهة أخرى هو كانت تغطية جيدة يعني من طرف وسائل الإعلام الوطنية الصحراوية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأجنبية. جميع الدول شاركت معنا، والطبع زين الحمد لله، ونحن كشباب صحراوي زين عندنا هذه الطبع، وشفنا الشي ياسر ما قدشناه وعرفناه، وهم مملك يسولوا عن ياسر وزاروا ياسر وعدوا ياسر من التظاهرات اللي زينة. أنا كشاب شاركت في البرامج السابق دي، ما الحمد لله خلق تطور ذلك اللي عن وصلنا لبلاصة ما شاء الله اللي قد نفتخروا بها عن جبنا الطابعة ذاك. تتكلم عن بحر القوير اللي الأرض اللي متنازع عليها إلى حد الساعة، هي اللي قاعد جذبتنا عن النجو ونشاركوا في ذي الطابعة أكثر قاعد من مسائل قاعد ثانية كنا قاعد ما كنا دارين أهمية مواضيع الطابعة. تكلمت عن الأرض، شاركت الجزائر بعشر أكثر من عشر فنانين في اختصاصات متعددة، وكانت هذه الطبعة يعني اللي تم افتتاحها رسميا من طرف الوزير الأول في مدرسة الفنون ببوجدور. هذه الطبعة اللي تحمل شعار البحر الذي نحلم به، وهي يعني الشعار هو تم اقتناحه من العام الماضي خلال الطبعة الأخيرة الثاني عشر من العام الماضي. واليوم يعني ارتفاريتي جدد، ورانا في الأيام الأخيرة من ارتفاريتي، اليوم عندنا عرض على الأعمال المنجزة، ويعني تعتبر الطبعة يعني كمرحلة أخرى في النضال الثقافي بث القضية الصحراوية في العالم عبر الثقافة، عبر الفنون بمختلف أنواعها. I am an artist and a filmmaker from Helsinki, Finland, but I originally was born in the very north of Finland. أنا فنلندية، جئت من شمال فنلندا. عندما كنت صغيرة كنت أسكن في بلاد يسكن فيها سامي. نعم، هذا السكان السامي أصليتهم كيف صحراويين لاجئين، وعندما جئت هنا
أخدم فيديو مع الموسيقى ومشاركة الشعب الصحراوي في هذا الفيديو وثقافته وموسيقته، شعرت أني مع سامي، لكن بدل في التلج أنا مع سامي في الشمس، وهذا كان شعور جذاب وجميل. وأنا فخورة بالعمل الذي عملته مع الشعب الصحراوي. وبالمناطق المحررة أيضا، وصلت صباح اليوم الخميس بعثة طبية تابعة لوزارة الصحة العمومية وباشرت عملها في تقديم مختلف الفحوصات للمواطنين هناك. عبدات ربط رشيد ثانية. إلى المناطق المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وصلت صباح اليوم الخميس بعثة طبية تابعة لوزارة الصحة العمومية وباشرت عملها في تقديم الحق في الفحص والعلاج لمئات المواطنين وأبناء المواطنين بهذه الربوع. وتتكون البعثة الطبية من مجموعة من الأخصائيين في أمراض عديدة، وفي برنامج عملها عدة أيام في مناطق مهريز وبير لحلو والتفاريتي المحررة، أين ستلتقي بالمواطنين في المناطق المأهولة بالسكان، كما ستتنقل إلى أماكن نائية. وقد توافد صباح اليوم على مقر المستشفى ببلدية مهريز المحررة العديد من المواطنين القاطنين بهذه المنطقة، وحصل الأطفال حديثي الولادة على التلقيح الضروري اللازم، كما تم تسجيلهم في دفاتر التلقيح لمتابعة هذه العملية بشكل منتظم في الأشهر والسنوات المقبلة لحمايتهم من الأمراض كما هو معمول به في جميع دول العالم. وتابعنا توافد مواطنين خاصة من كبار السن على الفحص وتلقي العلاج في أمراض عامة، وقد حصلوا جميعا على العلاجات الضرورية. وفي مكتب آخر كانت طبيبة العيون تتابع مرضاها، أين وزعت العديد من النظارات الطبية على بعض المواطنين بعد فحصهم وتأكد حاجتهم إليها حسب المقاييس المعروفة عالميا، كما تم توجيه بعضا منهم إلى البعثات الطبية الأكبر حجما لإجراء الجراحة في الأيام والأشهر القليلة المقبلة. ويدخل برنامج البعثة الطبية في إطار البرنامج السنوي العادي لوزارة الصحة العمومية، أين يحصل المواطنين بالأراضي المحررة على كل الحق في التطبيب والعلاج، وتتنقل سنويا عدة بعثات متخصصة إلى هذه الربوع، كما يجري بعضا منها عمليات جراحية. عبدات لبات الرشيد من المناطق المحررة. وحول الموضوع نتابع هذه التصريحات. عندنا في هذا القطاع الشمالي عندنا هنا أربعة أيام في هذا في مهيريز، واللي أساسا البعثة جايبة شغلتها اللي معتمدة هو الشرطة، بما أن المواطنين بعض الأطفال ما يقدر تتقاعس عنهم الشرطة، وجبناها جاي معها طبيب عام وجاي معها صاحب تقني دار الشرطة وجاي معها تقني دار التلفزة وجاي معها تقني في العين. هذا هو بعض ذلك مكونات هاي البعثة اللي حدها شغلتهم حد مهيريز والتفاريتي وبرتغسيت وبير لحم. كلنا نشكر التلفزة الوطنية على هذا اللقاء. نحن هنا بعثة طبية انطلقنا أمس من مخيمات لاجئين، جينا اليوم لمنطقة مهيريز، جينا بعثة طبية متكونة من أمراض عامة وطب العيون والتلقيح والتلفزة الميكروغرافية. جينا في ميدان جايين له المواطنين أو اللي ساكنين في المناطق المحررة، باش كانوا يجبروا حتى هما ترك التنشرات والناس تجبر حد يرعاها وحد يخرصها. جينا في برنامج فيه أيام، عندنا أربعة أيام هم في مهيريز، وعندنا ثلاثة في تفاريتي، عندنا ثلاثة ثاني في بيرلحن إن شاء الله، وإن شاء الله نعودوا حل المشكل الكبير يعانوا منه المواطن الصحراوي هون في هذا المناطق المحررة، وإن شاء الله نكملوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إحياء لليوم الوطني للأسير نظمت تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالعيون المحتلة وقفة بالمناسبة تضامنا مع كافة المعتقلين الصحراويين. الصالحة بوتنجيزة.
ضمن البرنامج الوطني الشهري الذي تشرف على تنظيمه تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالعيون المحتلة والاستماتة في العمل الوطني، نظمت عدة أشكال على مستوى جل أحياء عاصمة وطننا الحبيب. تضمنت هذه الأشكال رفع يافطات تحمل علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعبارات متضامنة مع الأسرى الصحراويين المتواجدين داخل غيائب سجون الاحتلال المظلمة وسيئة الذكر. بمناسبة اليوم الوطني للأسير الصحراوي المصادف للثامن نوفمبر من كل سنة، بالإضافة إلى رفض تواجد الاحتلال على أرضنا واستنكارا لذكرى المسيرة السوداء التي تزامنت مع هذا اليوم الذي جعله مناضلي ثورة 20 ماي أيار الخالدة مزينا بالأعلام الوطنية وشعارات من قبيل دولة الصحراوية هي حل القضية، والدولة الصحراوية هي حل القضية، والدولة الصحراوية هي حل القضية، ولا بديل لا بديل عن تقرير المصير، لا بديل لا بديل عن تقرير المصير، رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت، رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت. شعار رفع بالتزامن مع مرور 44 سنة على مسيرة سوداء التي أطلق لها العنان ملك المغرب في مثل هذا اليوم من سنة 75-900 وألف. إنه 6 نوفمبر سنة 2019. هل هي حقا رحلة أسبوع كما وصف ملك المغرب آنذاك، أم هي جلسة شاي في نهر سنغال؟ لا طبعا، إنه الشعب الصحراوي الذي تكمن فيه المعجزات، شعب مكافح وعصي على الابتلاع، شعب كسر كل رغبات الاحتلال على صخرة صموده وعزيمته الفولاذية. هيهات ثم هيهات يا محتل، ألا تعرف أنه سليل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الممثل الوحيد والأوحد للشعب الصحراوي، وهو شوكة في حلقك رغم دس سمومك بين أوساطه. واليوم أدركت وأكثر من أي وقت مضى أن الشعب الصحراوي لا تكفيه رحلة أسبوع، وصلت رحلتك إلى 44 سنة وأنت تقارن أبطال لا يعرفون سوى كل الوطن أو الشهادة. 44 سنة أكد فيها شعبنا الأعزل أنه قوي وقادر على فرض سيادته على ترابه والاعتراف به دوليا رغم محاولاتك المتمثلة في نفيه من الوجود. أنت وأمثالك في وقت تطاولت عليه آياد دول الجوار وغيرهم من دول استرزاقية وعلى رأسها الدولة الاستعمارية فرنسا، مستعملين ضده كل الجرائم اللا إنسانية. واليوم أبناء ثورة المجيدة يقارعونك وبصدور عارية داخل الجزء المحتل من وطننا الأسير. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم متقانين هون، والله زاد نعدلوا هذه الشكليات من احتفالنا مثلا عن فرحتنا احنا قبال باستمراريتنا ومسائلنا، والمغرب يحتفل بعيد المسيرة السوداء او الحمراء من الدم اللي عدلت مثلا عنها، مثلا عن عدلت شي في الصحراء ما قط وعدل من شي خاسر ومن شي شين والقتل ومن استهداف المواطنين، وهي تقول عنها مسيرة خضراء وبالعكس مسيرة سوداء. السلام عليكم ورحمة الله. حتى الطبيعة بدورها تتحدث وترفض الاحتلال، معبرة برياح قوية هزت ما بين السماء والأرض في وقت أغرق الاحتلال المدينة بالمستوطنين المأجورين لارتداء الزي الصحراوي لتخليد مسيرة جياع ووضع أعلامه بكثرة في كل شوارع وأزقة مدينة العيون الجريحة. تقول والطبيعة لا، لا للاحتلال على أرضنا الطيبة والطاهرة. السلام عليكم. لا للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. ها هن النساء الصحراويات يحتفلن بمرور 44 سنة من الانتصارات المتتالية للجبهة البوليساريو والشعب الصحراوي برمته، في عبارات يغنين بها الوطن الجريح، يغنين بها انتصار شعبنا المكافح. وفي الأخير يجب أن نقول طوبى لشعب مكافح فضل سفك الدماء من أجل أن يحيى الوطن وأن يعيش شعبنا بكرامة ولا نامت أعين الجبناء. الصالحة محمد البشير، بوتنجيزا، العيون المحتلة.
وفي ذكرى المسيرة السوداء التي اجتاحت الصحراء الغربية العام 75,900,000، تنسيقية بديمزيك بالعيون المحتلة تستحضر المأساة التي دفعت الشعب الصحراوي إلى الهروب من جحيم الإبادة. محمود الحيسن. تمر اليوم علينا أزيد من 44 سنة على الاجتياح العسكري الغاشم لأرضنا من طرف الاحتلال العسكري المغربي على غفلة من العالم. ففي 31 من أكتوبر سنة 75,900,000 تقدمت جحافل الغزو في اتجاه الصحراء الغربية مدمرة ما وجدته أمامها من شجر وحجر وبشر. هذه الذكرى السوداء التي لن ينساها الصحراويون تخلدها تنسيقية كديمزيك للحراك السلمي، لأن المؤمن لا يلدغ من الجرح مرتين، وذلك لكي نتذكر جميعا أن الاحتلال لا زال موجودا، وأنه يجب أن نتكاتف جميعا لدحره من فوق أرضنا الطاهرة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وعشية هذه الذكرى الأليمة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء ومئات مجهول المصير، نذكر جماهيرنا بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب ومخيمات العزة والكرامة أن الاحتلال لا زال جاثما على صدورنا أمام صمت دولي خطير، وأنه وجب علينا أن نتجند جميعا وراء قائدة كفاحنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل تحرير كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ولا نامت أعين الجبناء. محمود محمد الحيسن، العيون المحتلة. وحول هذه الوقفة نتابع هذه التصريحات. هم باسم تنسيقية ديمزيك من خلال هذا اسم الشعب الصحراوي، احنا لا نذكر هذا اليوم، يوم 31 في شهر 10 1975، يوم الأسود في الشعب الصحراوي. ما في الكلمة من معنى أسود. هذه القوة الغازية اللي دخلت على أهل الصحراء ما أبدأت الأخضر واليابس طرقة البشر، واستخدمت نوع من القتل ما قط استخدم في عمل عسكري، رمات الناس أحيانا الطيران وردمتهم أحياء في الصنخات. هذا نوع استخدمته هاي القوات في ذاك التاريخ ما يقد يوصف، ولكن بعد أهل الصحراء رحمهم لن ينساوا ذاك النهار. الذاكرة اليوم تزعزع قلوبنا، ذاكرة الاجتياح المغربي للصحراء الغربية الآمنة والمسالمة شعبها. اليوم الأسود الذي تم فيه اجتياح المغرب للصحراء الغربية البريئة واللي سبقتها تضليل كبير، وهو تضليل ما يسمى بالمسيرة الخضراء وما ما يسميه الصحراويون بالمسيرة السوداء، مسيرة النار. والله اليوم هذا النهار الصحراوي ما يسوي يكون يذكره، لأنه نهار مسيف ونهار حامي على الصحراء، المنها حي والمنها مات، أجبر بالمرارة كامل وعاش. والله هذا هو نهار حامي ومحتل بمعنى الكلمة. صحراء من ما خارج من وعما وعدل، التاحوا أحياء من الطائرات، وانخبطوا من أبطال من محرم دولية، والفوسفور الأبيض لبريان انخبطوا بين النساء والأطفال والشيوخ. وعدل كثير من 31 في الشهر 10 في 1975 حتى الآن ما زال ذاك اللي جات به هذه القوات الغازية هو هو، والله قاعد زادوا أكثر من هاي تنسيق ديمزيك الحراك السلمي. تندد اليوم بهذا اليوم 1975 اللي ما يسمى بالمسيرة السوداء من طرف الصحراء الغربية. ونقول هون نذكر الاحتلال المغربي إذا كانت الصحراء للمغرب ما يعود يسمها مع موريتان، وتحماوا هاو الدولتين على هذا الشعب، موريتان من الجنوب والمغرب من الشمال، وقعدوا يقتلوا نساء وشيبا وصبيانا وجميع أنواع الصحراويين، خلاوهم كاملين، قتلوهم وجيحوهم وجيحوا حيوانهم وخلاوهم هباء منثورا على وطنهم. ونقول اليوم عن المغرب
والمريتان راه الغاز ذاك الغاز وراه هي رجعت عن الصحراويين ما يقدر حد يسرقهم ولا يقدر حد يحتل ارضهم. احنا اليوم هون نتذكروا يوم 31 في شهر 12 75 المسيره السوداء اللي جات للصحراء الغربيه، جايبها دوله، جابتها دوله اسلاميه تخطب في المساجد والجوامع: لا يكون احدكم مؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. لماذا الشعب الصحراوي شعب مسلم، لماذا جاء مغزي من جانب المملكه المغربيه؟ شن هي الاسباب؟ الاطماع من الشعب الصحراوي دوله لا بد لها من تقرير مصيرها قد اللي فوق. اي جماعه زينه والكلام اللي لا قد اللي قال يا غير بعد اللي لا يقول. انا تقولوا انا من عام 1936 عن الشعب الصحراوي بابطاله وبطلاته، عن وراهم ما قد حد كبروا لا يكبروا حتى هو يكبر ب20 نو. الحجره راهي ما تنتعتروا ولا ينتعتروا الذل ولا ينتعتروا الشمحي لي حاشا. يوم اسود على الصحراويين وهو تاريخ الاجتياح العسكري، بينما كانت يتبجحون بالمسيره الخضراء عن هرافه القرآن، كانوا الدبابات والجيوش والطائرات يمحون اللي جبروا قدامهم، يسممون الأبرياء، يقتلون الأبرياء، يقتلون الحيوانات، كل اللي كامل شافوا وجههم يشطبوه ويتبشحوا ويقولوا عنه عنها مسيرة الخضراء، هي المسيرة السوداء على الصحراويين، وبدأت ما هو من يوم 6 من اليوم 31 أكتوبر. أرجأت اليوم الخميس هيئة محكمة الاحتلال بالعيونية المحتلة النظر في ملف المعتقل الصحراوي محمد القرقار المتابع بتهم ذات طابع جنائي من قبيل هانة موظف عمومي وإضرام النار في ممتلكات عامة. وقد جاء قرار المحكمة بتأجيل جلسة النظر في الملف لغاية 13 من نوفمبر الجاري، كما عمدت سلطات الاحتلال المغربي إلى نقل المعتقل محمد القرقار إلى المحكمة الابتدائية بالعيونية المحتلة للمثول أمام قاضي التحقيق ارتباطا بملف جنائي جرى إعداده سلفا. قررت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي عقد جلسة مشاورات لتقييم أثر تمديد تفضيلات التعرفة الجمركية على منتجات الصحراء الغربية، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة تقييما حول العملية ومستجدات الملف الذي رفعته جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاق الشراكة المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد مؤخرا اجتماعا خصص لمناقشة الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاق الشراكة المستدامة لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. أكد المرصد الأوروبي لمكافحة المخدرات على خطر المخدرات المنتجة في المغرب على أوروبا، واعتبر في تقرير له أن المغرب هو أول منتج ومصدر للمخدرات إلى أوروبا. أحمد سعيد. حسب ما جاء في تقرير للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان، يعتبر المغرب أول ممول لأوروبا بالقنب الهندي الماريخوانا، وأول مزود لراتنج القنب الهندي الحشيش بحوالي 72% من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا. وأوضح التقرير الذي صدر في 2019 أن كميات من الحشيش موجودة في أوروبا مزروعة ببلدانها، لكن جزءا كبيرا منها يأتي من المغرب الذي تنتشر فيه مزارع الحشيش على نطاق واسع. كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن راتنج القنب الهندي يتم استيراده بشكل أساسي من المغرب الذي تأتي منه قالبية كميات راتنج القنب الهندي المستهلك في أوروبا. وتدخل تجارة المخدرات المغربية في تمويل العصابات المنظمة والإرهاب وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة التي تحارب المخدرات المغربية بلا هوادة.
وتعمل السلطات الأمنية في دول جوار المغرب بشكل يومي على حجز كميات معتبرة من المخدرات المهربة إليها، وتحذر من أن إنتاج المغرب للمخدرات لا تحاربه الحكومة المغربية بشكل كاف وشامل. وأكد التقرير الأوروبي أن إسبانيا بسبب قربها من المغرب تحتل مكانة هامة جدا من حيث كميات راتنج القنب الهندي المحجوزة، والتي تمثل زهاء 3.72% من الكمية الإجمالية المحجوزة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويشير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن المغرب يعد من بين أهم المنتجين والمصدرين لراتج القنب الهندي في العالم، وهو من المناطق التي تسجل بها أكبر كميات المخدرات إنتاجاً واستهلاكاً على المستوى الدولي. في الختام عودة للعناوين. الحكومة الصحراوية تؤكد لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، والشعب الصحراوي سيواصل كفاحه التحريرية. تواصل عقد ندوات تحضيرية للمؤتمر 15 للجبهة على مستوى الجالية الصحراوية بأوروبا. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم دراسية حول دور المرأة في السلم والأمن بمشاركة المرأة الصحراوية. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.